السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أبنائي وبناتي، طلبة وطالبات المرحلة الابتدائية والإعدادية، أسعد الله صباحكم ومساءكم وكل أوقاتكم بكل الخير. إن شاء الله النهاردة معانا فيديو هنتعرف فيه على طريقة التسجيل في منصة إدمودو اللي هو الموقع الشهير اللي وفرته وزارة التربية والتعليم عشان تقدر ترفع عليه البحث اللي أنت هتعمله. طيب، عشان يا شباب نقدر نسجل في هذا الموقع لازم يبقى معايا حاجة اسمها كود الطالب، وده اللي انا جبته من خلال الاستعلام او موقع الاستعلام عن الكود بالرقم القومي، وهحط لكم رابط برضو الموقع اللي انت تجيب من عليه هذا الكود، وانا عامل عليه فيديو هحط لكم برضو رابط الفيديو. الحاجة التانية لازم تبقى جبت حاجة اسمها رمز الصف من المدرسة اللي انت هتسجل بيهم في منصة ادمودو. طيب ازاي انا هسجل في هذه المنصة يا شباب؟ ان شاء الله هحط لكم الرابط بتاع موقع منصة ادمودو في اسفل الفيديو في صندوق الوصف، وهثبته لكم في اول تعليق مثبت. ولو انت مش عارف حاجة اكتب لي في التعليق وان شاء الله انا هساعدك باذن الله. اي حاجة انت مش عارفها اكتبها في تعليق وان شاء الله يتم الرد عليك باذن الله. طيب كل اللي عليا ان انا هدخل على الرابط اللي موجود دلوقتي في اول تعليق تحت الفيديو وهضغط عليه، هيدخلني على منصة ادمودو. طيب ازاي انا هسجل فيها؟ لازم يبقى معايا حاجتين، معايا كود الطالب اللي انا جبته من موقع الاستعلام عن الكود بالرقم القومي، ومعايا حاجة تانية اللي هي رمز الصف اللي انا جبته من المدرسة، وده هنشوف دلوقتي يا شباب. اول ما اضغط على الرابط هيدخلني على المنصة زي ما احنا شايفين كده. بعد يا شباب ما ضغطت على الرابط الموجود في اول تعليق اللي انا قلت لكم عليه دخلني على الصفحة دي، هتلاقي الموقع فتح معايا اهو بديل بكلمة ادمودو. طيب وكاتب لي هنا كلمة ابدأ، انا كل اللي انا هعمله هاجي على كلمة ابدأ دي يا شباب واضغط كليك شمال او اضغط كده، لو انت بتستخدم تليفون هتضغط عليها هيبدأ يحولني على الصفحة التانية زي ما احنا شايفين. الصفحة التانية هنا بيقول لي كلمة الدكتور طارق شوقي، إذا كنت تستخدم ادمودو لأول مرة فابدأ من هنا. طيب اذهب إلى ادمودو. طيب أنا هضغط هنا على اذهب إلى ادمودو عشان يبدأ يدخلني بقى لصفحة هل أنت طالب ولا معلم ولا ولي أمر. طبعا يا شباب بيدخلني على الصفحة دي، الصفحة دي يا شباب هلاقي فيها لو جات لي بالشكل ده لا ما تسجلش هنا. هنعمل ايه بقى؟ الكلام ده بيجي لي لو انا مسجل قبل كده، لو انا عامل حساب في المنصة قبل كده هيجي لي الشكل ده، لكن انا لسه كطالب جديد فانا اقول له انشئ حساب. هضغط هنا يا شباب على كلمة انشئ حساب عشان يدخلني على الصفحة اللي هلاقي فيها اسم الطالب، التسجيل كطالب وكمعلم وولي امر. بيدخلني هنا يا شباب على الصفحة التانية اهي، هلاقي فيها التسجيل هل انت معلم ولا طالب ولا ولي امر. طبعا انا هختار من هنا يا شباب كلمة طالب، هضغط على كلمة طالب هيبدأ يدخلني في الصفحة الجديدة. الصفحة الجديدة بقى بيقول لي انت هتسجل كايه، هتسجل عن طريق جوجل ولا هتسجل عن طريق الاوفيس 365؟ لا انا هختار هنا التسجيل بالطريقة التالتة اللي هي هكتب فيها هنا الاسم بتاعي وهنا اسم الوالد وجدي في الخانة الأولى دي يا شباب، هكتب الاسم الأول وليكن أنا اسمي أحمد عيد عبد التواب، يبقى أنا هكتب هنا أحمد. طيب اسم العائلة مثلا عيد عبد التواب، يبقى عيد عبد التواب. طبعا يا شباب لازم تكتب اسمك هنا بالكامل عشان المدرس بتاعك يعرف إن أنت أحمد عيد عبد التواب، مش تبقى يعني لأن فيه تشابه أسماء ممكن يكون فيه أحمد عيد غيرك، يبقى أنا لازم أكتب اسمي هنا زي ثلاثي على الأقل. طيب رمز الصف هكتب هنا رمز الصف للمدرسة عطتهولي، انا جبت رمز من المدرسة ابدأ اكتبه. طيب بحول اللغة عندي لغة انجليزي في الجهاز اللي معايا وابدأ اسجل رمز الصف يا شباب. طبعا انا كده كتبت رمز الصف بتاع احمد عيد. اسم المستخدم ده يا شباب هنجيبه منين؟ بدخل على الخانة التالتة دي اللي هي اسم المستخدم. اسم المستخدم ده اللي هو الكود اللي انت جبته بالرقم القومي بشهادة الميلاد من موقع الاستعلام عن الكود بالرقم القومي. هبدأ اكتب هنا يا شباب اسم المستخدم، بس هكتبه ازاي؟ قبل ما اكتب الرقم اللي هو ارقام هكتب تلات حروف الوزارة قالت لي لازم تكتبهم اللي هو حرف الام او اي، يبقى انا هكتب كده الام او اي وابدأ اسجل الرقم بتاعي.
بعد ما بكتب يا شباب الكود بتاعي هنا اللي انا جبته من موقع الاستعلام، ادخل هنا الاقي كلمة البريد الالكتروني ده اختياري، يعني مش لازم تسجل فيها. طيب هنا بيقول لي كلمة المرور يا شباب اللي هو الباسورد، هكتب كلمة مرور اكون حافظها واسجلها عندي في الاجندة واسجلها عندي على سطح المكتب على الكمبيوتر او في اي مكان في الكمبيوتر، بحيث ان انا ما انساهاش، لان لو نسيتها هتبقى مشكلة. فانا اكتبها واحتفظ بيها جدا، وضروري ان ولي الامر يكون عارفها. انا هبدأ اكتب وليكن اسم بالانجليزي يا شباب الاول، وابدأ بعديها اكتب اي حروف او اي ارقام، زي المهم تحفظ انت بتكتب ايه. بعد ما بسجل يا شباب الباسورد بتاعي، ببدأ اقول له ادخل على التسجيل مجاني واضغط التسجيل مجاني، هيدخلني في صفحة تانية. الصفحة التانية دي هنشوف دلوقتي، بيقول لي اماني الحساب، ادخل رقم جوال ولي الامر. ممكن تدخل رقم التليفون بتاع ولي الامر، ده يبقى افضل عشان يتلقى بعد كده اشعار اي مشكلة تحصل عندك او اي حاجة هم عايزينها، هيبعتوا اشعار على رقم التليفون بتاع الوالي. بعد ما بسجل رقم التليفون، بعد ما بسجل رقم التليفون هنا بيقول لي ادخل عنوان البريد الالكتروني، يبقى انا يسجل رقم التليفون او البريد الالكتروني. انا هنكتفي هنا بتسجيل رقم الموبايل بتاع والدي، وهنا ابدا اقول له اشعار عشان يجي لي اي اشعار بعد كده لو حصل اي حاجه. هنا بيقول لي حدث خطا يرجى التحقق من صحه رقم هاتفك. طبعا لو حصل معاك او ما سجلش معاك الرقم، عشان تختصر الوقت ممكن تقول له تخطي، مفيش مشكله. طبعا يا شباب بعد ما بضغط على تخطي بيدخلني هنا على الصفحة الجديدة بقى اللي هي تم التسجيل فيها، بلاقي هنا تم تسجيل الطالب احمد عيد عبد التواب. يبقى احمد عيد عبد التواب كده تم تسجيله في منصة ادمولو، كده اصبح من السهل ليه ان هو يقدر يرفع البحث، وان شاء الله ده هنعرفه في الفيديو الجاي ان هي طريقة كتابة البحث وطريقة رفع البحث على منصة ادمولو. بعد يا شباب ما دخلني في الصفحة دي، هلاقي هنا بقى فصل دراسي وكاتب لي السادس وكل الصفوف. لو انا دوست هنا على الثلاث نقط دول كده بيقول لي عرض فصول المرشفه ولا التحق بفصل دراسي، هشوف رمز الماده الثانيه اللي انا عاوز اكتبها وانضم للمجموعه الثانيه، واضغط انضم تنضم مع اروح للمجموعه دي. وليكن مثلا عايز انضم لمجموعه اللغه الانجليزيه، هكتب هنا رمز الصف او رمز الماده اللي انا جبته من المدرس من المدرسه، المدرس اداني مدرس اللغه الانجليزيه اداني رمز، هبدا اكتبه هنا عشان انضم لمجموعه اللغه الانجليزيه. وليكن مثلا انا هكتب كده الرمز ده، المفترض كده يا شباب ان هو ان انا كده التحق بمجموعه اللغه الانجليزيه، يبقى انا هقول له انضم، اعمل خروج، شوف ضاف لي ايه الصف الخامس، ادوس هنا على برضو البلس دي او الزائد، والتحق بفصل دراسي، اضيف ماده تانية يا شباب وليكن ماده العلوم، هكتب رمز المادة او مجموعة العلوم اللي اديها لي مدرس مادة العلوم، كتبت هنا كده رمز مادة العلوم يا شباب، اضغط انضمام واطلع من المجموعة، المفروض يكون ضافني في مادة العلوم، ضافني هنا في مادة العلوم هي للصف الخامس برضو للأستاذة فيفي. ابدأ يا شباب التحق بمجموعة تانية ولتكن مثلا مجموعة الرياضيات، هضغط على الزائد هنا واقول له التحق بفصل دراسي تاني، وابدأ هنا اضيف رمز المجموعة بتاعة الحساب اللي انا جايبها من مدرس مادة الحساب او الرياضيات عندي في الفصل. طيب اكتب هنا الرمز بتاعي، اكتب هنا الرمز يا شباب واقول له هنا انضم. طبعا كده يا شباب واجي طالع من هنا يا شباب، انضم هنا لمادة الحساب كده يا شباب. دي طريقة الانضمام للمجموعات داخل الفصول. ان شاء الله بقى نعرف ازاي المرة الجاية نعمل البحث ومن الالف للياء، وطريقة العمل البحث بطريقة ناجحة ان شاء الله، وطريقة رفعه هنا على هذه المنصة بإذن الله يا شباب في الفيديو الجاي. اتمنى من الله عز وجل ان احنا نكون قد وفقنا في توصيل معلومه مفيده ليكم. بس ما تنسوش يا شباب تعملوا لنا لايك لهذا الفيديو، انشروه وما تخليش المعلومه تقف عندك، اعمل له لايك واعمل اشتراك بالقناه وانشره على المواقع، خلي اصحابك
وزمايلك يعرفوا طريقة الاشتراك في منصة ادمودو عشان يعرفوا يرفعوا البحث كويس، لان الناس كتيرة بتقول لي احنا مش عارفين نرفع البحث او مش عارفين نسجل في منصة ادمودو. فانا قلت لكم كده الطريقة بتاعت التسجيل في منصة ادمودو، وانتوا يا شباب بقى عليكم الباقي ان انتوا تعملوا له لايك عشان ينتشر وجميع زملائكم يعرفوا ازاي يسجلوا في المنصة وازاي يرفعوا البحث ان شاء الله. ان شاء الله الفيديو الجاي ما تنسوش قلت لكم اشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس على وضع الكل عشان يجي لك اشعار بالفيديو الجاي اللي هو طريقة رفع البحث. ان شاء الله هعمل لكم البحث يا شباب وازاي نعمله ونصممه وازاي نرفعه على هذه المنصة. والى ان القاكم في فيديو قادم، استودعكم في رعاية الله وامنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.